السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم جبت لكم عجين مورق بطريقه سهله جدا، 10 دقائق كيوجد فيها العجين المورق. ما تبقاش عندها داك الهاجس ديال عجين مورق ولا بات فويتي، كتكون عجينه صعيبه في الدليك وصعيبه في الخدمه ديالها. هاد العجينه سهله بزاف، غادي نوجدوها ان شاء الله بطريقه بسيطه. غادي نشوفوا المقادير ديالها والطريقه ديال التحضير. اول حاجه عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق الفورس، النوعيه الممتازه كي قلت لكم عندي هنايا 500 غرام. غادي ندير عليها معلقه صغيره ديال الملح. هنايا العجينه هذه انا غادي نستعملها المملحات، الا بغيتوا تخدموها في الحلويات غادي تزيدوا واحد شويه ديال السكر سنيده معلقه صغيره، وتزيدوا واحد شويه ديال الفاني الا بغيتوا تكون فيها نكهه ديال الفاني. صافي، وغادي نجمعوها بماء بارد مع عادي من الروبيني. غادي نجمعوها وغادي نخليوها واحد شويه قاصحه، ما غاديش نديروها رطبه. غادي غير نجمع الدقيق والماء، غادي نحاول ندخل هذا الماء في الدقيق مزيان وصافي. غادي نجمع العجينه ديالي، طريقه سهله ما كتحتاج لا دليك ولا عجينه بزاف. انا صافي غادي ندير الكميه اللي كافياني ديال العجين ديال الماء، وغادي نجمع الدقيق ديالي مع الماء وشويه ديال الملحه وصافي. هاد العجينه ديالي غادي تكون واجده. انا هنا بيني وبينكم البنات جريتها واحد شويه، فات ليا فيها واحد شويه الماء، ولكن ماشي مشكل، ما غاديش تكون خسرت العجينه بطبيعه الحال. إيه هو باش من الافضل تكون قاصحه باش ما تعذبناش ملي كنجيو نلويوها او ندلكوها، ما تتلصقش لينا في طاوله العمل. انا هنا بالنسبه ليا غادي ندير الدقيق بطبيعه الحال، في جميع الاحوال غادي نحتاجو الدقيق، ولكن غادي نزيد انا واحد شويه الكمية، غادي تكون زايدة بواحد شوية باش ما تلصقش ليا العجينة في طاولة العمل. هذا هو علاش كنديروها قاصحة باش تجينا سهلة في الخدمة. صافي، غادي نحتاجو ندلك ولا الدلاك. غادي نرش انا شوية ديال الدقيق، دقيق الفورس بطبيعة الحال دائما باش كنخدمو، وغادي ندلك واحد شوية. انا عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق، غادي نقسمها على جوج باش تجيني سهلة في الخدمة. هانتوما هنا، اذا هنا عندي كل نصف فيه 4 كيلو ديال الدقيق. غادي ندلك انا دائما كنرش بشويه ديال الدقيق باش ما تلصقش لي العجينه في طاوله العمل، وغادي ندلكها حتى تبان لي العجينه ديالي رقيقه. من الافضل نرققوها واحد شويه. بالنسبه للعجينه راه دغيا كتدلك، ما كتاخذش الوقت بزاف وما كتعذبناش، ساهله في الدلك ديالها. صافي، انا من بعد ما سرحتها مزيان غادي ناخذ الزبده. هنا عندي المارغرين، غادي ناخذ نص ديال المارغرينه بهذا الشكل هذا، وغادي نحكها في الحكاكه. هذه الطريقه كتجي سهله بزاف، احسن من الطريقه فاش كنبقاو ندلكو المارغرين هكاك في وسط العجينه وكتخرج لينا من الجناب او لا كتبقى تقطع لينا العجينه. هذه الطريقه سهله بزاف، غادي نحكها وغادي نوزعها على العجينه كلها، نفرقها عليها باش ما تبقاش ليا شي بلاصه ما فيهاش الزبده. ودابا غادي نوريكم كيفاش غادي نجمع هاد العجينه هادي. هنا غادي نحاول نفرق هاد المارغرين، راه الكميه ما كتيراش بزاف، واخا كتبان لكم هكا في الصوره ممكن كتبان كتيره، ولكن هذه هي الكميه اللي خاصها تكون في هاد 4 كيلو ديال الزبده. هنا غادي نبدا نلوي العجينه ديالي، غادي نبدا نلويها من الجناب هكا، نحاول معاها نسافعها واحد شويه لانني كي قلت لكم رطبتها واحد شويه، جاتني العجينه شويه رطبه. اذا كانت العجينه قاصحه فما كت ما كتوحنوش معاها دغيا كدور، وانا كذلك هنا زعما ما وحلتنيش بزاف. انا بالنسبه للمبتدئات كنقول لهم من الافضل انكم تقصحوا العجينه باش تجيكم سهله في الخدمه. صافي، انا هنا غادي نلويها، غنلوي العجينه كلها بهذا الشكل هذا. طريقه سهله بزاف، هذه الطريقه ديال بات فيوتي كتجي سهله بزاف بزاف. هنا غادي نضغط عليها واحد شويه يعني قد الشكل ديالها وتلصق ليا الزبده في وسط العجينه. هذه انا غادي نهزها ونحطها جانبا، اولا ممكن تحطوها تغطيوها بلاستيك وحطوها في الثلاجه الحين ما نكملوا العجينه الثانيه او القطعه الثانيه ديال العجينه اللي بقات عندنا.
غادي نخدم بنفس الطريقه، غادي ندلك هاد العجينه اللي عندي هنا، تاني 4 كيلو ديال الدقيق، يعني نصف الكميه ديال العجينه اللي درنا، وغادي ندلكها نسرحها بنفس الطريقه. ثم كتشوفوا العجينه ديالي ما رطبه دغيا كتسرح، وكذلك واخا كانت قاصحه فهي كتسرح بكل سهوله. هنا كنرش دائما بشويه ديال الدقيق باش ما تلصقش ليا العجينه. غادي نكمل نسرحها ما امكن، ندلكها مزيان، تتبان ليا العجينه ديالي رقيقه تقريبا، تتكون فيها 1-2 ملم. انا غادي نحاول نرشها بدقيق باش ما تعاودش تلصق ليا دائما في الطبل علاش كنخدم. وصافي دابا غادي ندير نفس الطريقه، غادي نعاود ناخذ النصف الثاني ديال المارغرين، ديروها نتوما في الثلاجه ولا خدموا بها مباشره ماشي مشكل، لان المارغرين اصلا تتكون شويه شاده في راسها. غادي نحك على هاد القطعه ديال العجينه، غادي نحك عليها هاد المارغرين او الاربع مارغرينا اللي عندي، ونفس الشيء غادي نسرحها ولا نوزعها على هاد العجينه كلها من الجناب ومن الوسط، باش العجينه ديالي كلها تكون مغطيه بالزبده، تاخذ حقها من الزبده من كاع الجهات. وصافي هنا غادي نلويها. نتوما ملي كديروا الدقيق دغيا كتلوى ليكم دغيا كتبرم. صافي انا راني برمت العجينه ديالي بعد ما جمعتها بهذا الشكل هذا، نفس الشيء كنضغط عليها واحد شويه باش تلصق فيها الزبده من الداخل. دابا غادي تشوفوا معايا الطريقه باش غادي نجمعهم بجوج. انتما ناخذت العجينه الاولانيه بعد ما ارتحت لي واحد شويه، ماشي ضروري ترتاح، ممكن تحطوها حداكم حتى تكملوا العجينه الاولى وصافي تجمعوا. غادي نجمع الاطراف ولا الجناب ديال العجينه في الوسط بهذا الشكل هذا، ونعاود نطوي المره الثانيه وكيجيني هذا الشكل هذا. بهذا الطريقه هذه فكنكونوا ربحنا الوقت بزاف، وكنكونوا ربحنا كذلك شحال من طويه في نفس الوقت. هذيك اللويه الاولانيه اللي درنا العجينه زائد هذيك الطريقه باش جمعنا الاطراف وعاودنا لويناها، فكتجي طويه على طويه، وهكا كنحصلوا على طبقات في العجينه ديالنا. سهله بزاف هذه الطريقه، جربوها. هنا العجينه كنقادوها طبيعه الحال، حنا اللي كنتحكموا في العجينه ماشي العجينه اللي كتحكم فينا. دائما حنا اللي كنتحكموا في الادوات كلهم ماشي الاداه هي اللي كتحكم فينا. دائما هذه نديروها في بالنا، فاي حاجه جاتنا ما مقاداش ولا حنا تنقادوها يعني. صافي هنا من بعد ما قديت العجينه ودلكتها بالشكل اللي بغيت، ممكن تستعملوها بهاد الطريقه هذه مباشره. هنا كتجي العجينه ديالنا مرقه وناجحه، يعني هاد القدر هذا كافي. ممكن تزيدوا طويه اخرى الا بغيتوها كاضافه. انا هنايا غادي نزيد نطويها، ثم طويتها على جوج، وغادي نزيد نطويها على 4 كده. تشوفوا طريقه سهله وصافي، ممكن تحتفظوا بها بهذا الشكل هذا. غادي تحتفظوا بها في المجمد او لك ديروها تستعملوها مباشره. اذا درتوها في الفريغو طبعا الحال غتلويها في بلاستيكه مزيان، ممكن ديروها حتى في جوج بلاستيكات باش تبقى لكم العجينه ديالكم مرطبه، وغادي ديروها في الفريغو ممكن تبقى عندكم حتى لشهر ونص. وإلا ما درتوهاش في الفريغو حطيتوها في الثلاجه في التحت، فممكن تبقى عندكم حتى 4 ايام 5 ايام كاقصى حد، ما يمكنش تبقى اكثر من هاد المده هادي. هنا انتم العجينه ديالي كيفاش تجي، هاكا تجي مورقه، كيبانو الطبقات واضحين في العجينه، يعني بات فيوتي سهله بزاف، كتوجد في 10 دقائق دغيا كتوجد. بالنسبه لكم ممكن توجد لكم في اقل من 10 دقائق، انا بالنسبه للتصوير خدات لي واحد شويه ديال الوقت. انتوما كتجي ناجحه بزاف، وملي كديروها في الثلاجه فكتعاود تشد راسها، ما
ممكن تستعملوها مباشره بطبيعه الحال. انتما غادي نزيد نوريكم كيف كيجيو الطبقات. فهي عجينه ناجحه بزاف وطريقتها سهله بزاف. تسناو الوصفه اللي غادي نوجد لكم ان شاء الله بهاد العجينه هذه المورقه باش تشوفوا النتيجه ديالها. غادي ان شاء الله نوجد معكم وصفه والوصفتين. وما بقى لي نودعكم، ما تنساوش دائما اشتركوا وخليوا لي لايك الى عجبكم الفيديو. ما بقى لي نودعكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.